قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اللهم فاطر السماوات، أسأل الله لمن حفظ هذا الدعاء النبوي وعمل به من هذه الليلة أن يقيه الله شر نفسه وشرور نفسه وشر الشيطان وشر الشركة، وأن يقيه شر الدنيا والآخرة. قولوا آمين. ومن قال آمين ولو عبر الشريط ولو عبر التسجيل، أسأل الله لمن سجل ووزع الشريط ووزع الخير وبلغ الخير أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه، فإن الدال على الخير كفاعله وفاعله من أهل الجنة بإذن الله ومشيئته. قل إذا أصبحت يا إخواني، هذا أهم من الغداء والعشاء والإفطار. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وتروا النبي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يأتي عند النوم يخدر العبد من أجل ينام ولا يقول هذا الذكر، فانتبهوا لا يخدركم بمخدره ولا يوسوس لكم بوساوسه، واجلس في فراشك وقل هذا الذكر ولا تنم إلا عليه. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اللهم فاطر السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. الله أكبر. أعوذ بك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركي وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الدعاء النبوي من قاله أجاره الله من شر نفسه، كفاه الله من نفسه، وأجاره الله من كيد الشيطان، ولم يصب ولم يقع في الشرك ولا في شرك المعاصي، ومات بخير وعاش بخير ومات بخير. فانتبهوا لهذا الذكر.